عند اخوتي هاد الطريقه هذه ما تنساوش اختكم سناء ام لايك ها هو هو هنايا بركوا عليه بركوا عليه واحد البريكه واحد البريكه عارفكم انا غير كتنساو كتمشيو مع الفيديو وكتنساو ليا هذاك اللايك الله يجازيكم بخير غادي نعطيكم هاد الوصفه هذه سهله سهله ما نقولك السهوله ديالها تيسرحوا لنا المصران الناس اللي عندهم انتفاخ ما تلقاش داك الانسان كيدير مسكين يتنفس فقط اسبوع وغادي تشوفوا النتيجه بعينيكم وكتحطي يديها هنا وكتحط فوق منها هذا حتى كتضغط عليها بحال هكا. السلام عليكم خوتي وخواتاتي كي دايرين لاباس عليكم نتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم بخير وعلى خير وبصحه جيده كي دايرين مع هذا الجو اللهم لك الحمد على هاد الامطار الخير اللي ربي روانا بها الحمد لله والشكر لله. قبل ما نبدا الفيديو ديالي كنتمنى خوتي ما تنساوش اختكم سناء من لايك فضلا وليس امرا الله يكبر بكم ويجعلها لكم في ميزان حسناتكم كتزيدوا تشجعوني باش الفيديو يطلع عند ناس اخرين ويستفدوا منه. نمشيو الان لتحضير الوصفه الاولى وكذلك الطريقه الغزاله الفنه ديال مواتنا وديال جداتنا القدام اللي غادي تنفعكم وغادي تشكروني عليها وترحموا لي والديا في هذه الايام المباركه. يلا نمشيو الان لتحضير الوصفه الاولى. وهنا يا خوتي غادي نعطيكم هذه الوصفه هذه اللي سهله 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 اكثر من ما نقولك السهوله ديالها. يعني غادي تنوضي غادي تجيبي هاد المكون هذا مع هاد المكون هذا وغتخلطيهم وغتاكليهم ولكن هما يا ساهلين ولكن في حد ذاتهم غزالين للمصران او القولون العصبي تيسرحوا لنا المصران الناس اللي عندهم انتفاخ الناس اللي عندهم يعني كيحسوا بالحريق في داك الجنب باش هذاك الحريق باش يكون بالانتفاخ لانه ما كيلقاش داك الانسان كيدير مسكين يتنفس فاش كتاكل هاد المكون هذا اللي غادي نعطيك مع المكون الثاني غادي ترحمي لي يا والديا وغادي تلقاي واحد النتيجه منها علاج وكذلك تقويه للجسم وتقويه المناعه وغادي تلقاي واحد الراحه ما نقولكش عليها وكذلك غادي تشوفي اعزكم الله الفضلات والبراز اللي غادي يخرج منك او منك اخي او منك اختي فاش غادي تاكلوا هاد الوصفه هذه وغادي تداوموا عليها فقط اسبوع وغادي تشوفوا النتيجه بعينيكم. المكون الاول شنو هو؟ هو زريعه الكتان البنات ها هو يا ها نتوما كيف ما كتشوفوه غني على التعريف بلا ما نهضروا عليه يعني هو يا راه معروف 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 للشعر معروف للوجه معروف للمصران معروف للجسم ديالنا بصفه عام. الثاني مكون ثاني اللي هو هذا المكون هذا اللي كيتباع في المحلات نتوما راكم عارفينه اما البنات استعملوا هذا الناس اللي ما تيقدوش على الزبادي او الياغورت يديروا هذا اللي هو سائل. الناس اللي عندهم عادي كيف الياغورت كيف هذا المكون هذا يستعملوا هذا خلاص هذا راه معروف غني على التعريف راه مغروف في المغرب والناس اللي خارج المغرب يستعملوا زبادي عادي. حنا هنا غنجيبو هنايا وعاء على هذا الشكل انا بغيت نصوبها هكا قدامكم ما بغيتش نقلب الكاميرا انا نحلها البنات ها انتما يا ها انتما هو راه شكل عصير بالنسبه للناس اللي خارج المغرب صافي غادي نخوي واحد الكميه هنايا ها انتما كيف ما كتشوفوا ها انتما يا وغادي نضيف زريت الكتان تقريبا ملعقه ونصف ها هي البنات ملعقه ونصف ها هي صافي وغادي نحرك جيدا لهذا الشكل هكايا وزريت الكتان البنات تكون محمصه يعني محمره شي شويه ضروري انها تكون محمره باش تعطيكم واحد الفعاليه صافي بسم الله وغادي نبقى وصلتها ها انتم البنات فوق ما بغيتو تاكلوها تاكلوها ما عندهاش هي وقت محدد. هاد الوصفه هذه البنات داوموا عليها كيف ما قلت لكم داوموا عليها واحد الاسبوع وغادي نعطيك اختي او اخي الكريم طريقه غزاله ديال جدودنا القدام ديال بومزوي كيفاش نحيدو بومزوي من البطن ديالنا بواحد الطريقه جد بس
بسيطه وجد سهله. هنا خوتي بغيت نطبق لكم على بنتي، ولكن بنتي مشات للمدرسه، قلت شنو غادي نطبق لكم شي حاجه نطبق لكم عليها الوصفه، هي هاد البوبي هذه ديال بنتي. غادي نطبق لكم عليها الطريقه اللي غادي نطبق على هاد البوبي هذه. غنطبقوها على الانسان ولا تطبقوها على نفسكم؟ لا نتوما تطبقوهاش على نفسكم، هادشي واحد اللي غيطبقها عليكم. الطريقه ها هي غنعطيها لكم، مثلا الام ديالك، مثلا الاخت ديالك، بحال هكا انتي ما غتعرفيش تطبقي هاد الطريقه هذه. غادي نحتاجوا فيها جوج ديال المكونين، انا وريتهم لكم. نقلب دابا الكاميرا باش نشرح لكم. البنات عندكم جوج اختيارات، اما غادي تجيبوا ماء بارد بزاف بزاف بزاف، او تجيبوا حاجه يعني ماء متجمد او شيء متجمد عندكم في المجمد، يعني ضروري خاص الماء يكون بارد او شي حاجه تكون جامده. هنايا البنات انا غادي نشرح لكم الطريقه بالتفصيل. هنا غادي نجيو لهنايا اعزكم الله، هذه السره، غنجيو هنا تحت السره. هذه الطريقه البنات ديال الناس ديال جدودنا القدام، كيجيو لهاد المنطقه هذه البنات كيشتي يديروا، تيجيو وكيهزوها هكايا، تيبقاو يهزوها تقريبا واحد ثلاثه ديال المرات على هذا الشكل هكايا، هكا ثلاثه المرات. من بعد يا اما كيجيبوا ماء بارد وكيهزوا يديروا ثلاثه ديال الصبعان ويحطوهم هنايا ويخويو داك الماء بارد على السره على هذا الشكل هكا. دابا هنايا دايره غير يعني دميه، ما غاديش يمكن ليا، وكيبقاو يبركو على المنطقه. اللي ما فهمات شي حاجه تجي عندي للتعاليق. كتحط يديها ثلاثه ديال الصبعان على السره حتى كتبرك عليها، حتى كتضغط، وكتجيب اما الماء بارد كتخويه تمايا وكتبقى باركه، او كتجيب ماء مثلج يعني الثلج، وكتحط يديها هنا وكتحط فوق منها هذا حتى كتضغط عليها بحال هكا، كتبقى باركه حتى كيحس داك الانسان بهذيك البروده فوق السره ديالو. علاش البنات البروده؟ لان البروده كتخلع بومزوي، كتقفزو يعني كيقفز كيتحيد ما كيبقاش. هاد المنطقه هذه البنات هذا راه فزك، كيف قلت لكم هذا غير دميه. هاد المنطقه هذه صافي، كتعاود تمسحها بحال هكايا، وكتعاود تجيب يديها ثلاثه المرات كدير هاد الطريقه هذه نفس الشيء. من بعد منها البنات كنجيبو، من بعد ما كنمسحو المنطقه، انا البنات نحيد هاد الفازك. من بعد البنات كنجيبو زيت الزيتون كنوضعوها على هاد الشكل هذا، وتنبقاو نخدمو دائريا من التحت للفوق، وكنجبدو من التحت للفوق، وكنجبدو على هاد الشكل هكا، وكنجبدو هكا 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 هكا، وكنخليو المكان مطلي بزيت الزيتون، كنزيدو نطلعو هاد المنطقه هذه بزيت الزيتون. وكنجيبو البنات مغرف، ها نتوما كيف ما كتشوفوا كنجيبو مغرف. واش كنجيو؟ كنجيو لهاد المنطقه هذه ديال السره، وكنبقاو نلويو على هاد الشكل هكا. هي نتوما البنات راكم عارفين اللحم تيكون رطب، هذه راه صلبه، كنبقاو نلويو على هاد الشكل هكا، كنبقاو نلويو ثلاثه المرات. كنجيو عاود هنايا للجنب ديالو كنبقاو نلويو ثلاثه المرات، كنجيو هنايا عاود تحت منه كنبقاو نلويو ثلاثه المرات، وهنايا تلويو ثلاثه المرات، وهنا تلويو ثلاثه المرات على هاد الشكل هكايا مزيان. كنجيو لهنايا لهاد البلايصه هذه اللي فيها السره، وكنجرو الفوق هكا البنات، كنجرو الفوق. الناس القدام اللي تفرجوا في هذا الفيديو كيقولوا لي بنتي بصح هاد الطريقه هذه راها كاينه، وكانوا كيديروها الناس القدام هكا 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 البنات. هذه البنات هذه تديروها ثلاثه المرات، هذه ثلاثه المرات، هذه ثلاثه المرات، هذه ثلاثه المرات، هذه ثلاثه المرات، وهنايا كنزيدو نجرو ثلاثه المرات. اللي ما فهمات شي حاجه تكتبها ليا في التعاليق، راه كنجاوب على اكثر 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 عدد ديال التعاليق اللي كيطلعوا ليا. لكن المراه هاد المنطقه هذه كتحزمها، يعني المراه كتحزم هاد المنطقه هذه مزيان، خصها تلويها وتحزمها مزيان من هنا من الجدر ديال من هنايا البنات اعزكم الله، من هاد الجدر هذا كتحزمو. الراجل ما يحتاج انه يحزمو، راكم عارفين لانه المراه ماشي هي الراجل. وهنا خوتي كيف ما شفتوا، نتمنى انني فدتكم بهذه الطريقه هذه، ولو انني شرحت لكم غير على هاد الدميه هذه. الطريقه راه باينه، واللي ما فهمت انا كنأكد
اللي ما فهمات شي حاجه خوتي وخواتاتي خليوها لي في التعليق، كنجاوب على اكثر 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 عدد ديال التعليق اللي كانت معكم واحد الطريقه حتى هي ديال الناس جدد اللي انا شخصيا كانت كديرها ليا جداتي الله يطول في عمرها، كانت كتشد ليا من هنا البنات من هنا الحرق تيكون عندي في السره، وفاش كتشدني من هنا انا نقلب لكم فاش كتشدني من هنا من هذا القنت هذا وكتبقى تجبد كدير لي زيت الزيتون وكتجبد تجبد تجبد، والله القسم البنات انا كنحس بشي حاجه كتجبد ليا من السره ديالي بحال هي كنت كنكذب يعني، ولكن الحرق تيكون عندي هنايا. الناس اللي ما تيكونش عندهم بومزوي واخا تشدك من هنا ما تيكونش عندك الحرق، والناس اللي تيكون فيهم بومزوي كتجي تجبد بحال هكا غير كتقيس تجي تجبد كيشدك الحرق صافي، وكتبقى تجبد 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 بحال هكا حتى ما كتحس لا بحرق ما كتبقى حتى شي حاجه في السره ديالك. نتمنى اخوتي ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وبارطاجيوه على اوسع نطاق باش الناس اللي عندهم هذا المشكل هذا يشوفوا هذا الفيديو ويستافدوا منه، وما تنساونيش اخوتي من اللايكات، ورمضان مبارك كريم ويدخل عليكم الصحه والسلامه والله يطول في عمركم ويخلي لكم معز عليكم. يلا مع السلامه.